طبعا ده فيها خلي بالك مع نفس القصه والكفاح ده دور البرنامج. يعني زلاقه برضه انت منين؟ من اسيوط. انا من قريه مصرع، يعني من قريه مصرع جنب المركز على طول. هل كنت تحلم في يوم من الايام انك تبقى في الاضواء ومع سيراميكا وابوك وامك وقصه كفاح؟ لا انا بصراحه يعني الموضوع سبحان الله جه كده. انا كنت حابب برضه اقول حاجه، انا بشكر ام محمد يعني ست عظيمه ان هي تعمل كده وتطلع نجم بسم الله ما شاء الله، فانا حابب اشكرها. وعامه كل الامهات والله فعلا ربنا يرحم امهاتنا جميعا اللي توفت، وربنا يبارك لنا في امهاتنا اللي موجوده وسطينا. انا امي بس يا ست صعيديه فزمانها نامت، فلو كده كان نفسي اشكرها. يا باشا الام اللي تقول لك اللي يقول لك لو ابيع الجلابيه اللي انا لابساها هتكمل مشوارك للاخر وتكافح وتشتغل علشان تحقق له امنيته وتحقق له حلمه، فدي ام عظيمه يعني. ربنا يخليك مكان عبد الناصر. ربنا يخليك، ربنا يخليك. لو حواليها اجواء برضو شوفوا له شغلانه خليه يطلع يجيب مصاريف مدرسته. لا هي مصر انه هو يلعب كوره. الكابتن هشام عبد المنعم والاستاذ هشام ابو حديد لو تكرمتوا يا جماعه عشان الوقت. قول لي بقى، احكي لي انت هشام عبد المنعم فرق معاك كمدير فني؟ طبعا الكابتن هشام فرق معايا كتير. انا تصعدت ناشئين، كنت بلعب ناشئين وتصعدت، كان ساعتنا كان انت لما تصعدت جالك عرض، وانا فاكر الكابتن هشام قال لي انا قعدت مع زلاكه وجاي له عروض كتيره وكلاقشه فوق، قلت له اصبر مشيانك بين الدورين هيفرق معاك افضل من اول الموسم. فعلا الكابتن هشام اتكلم معايا، انا كان جاي لي عروض في شهر واحد، والكابتن هشام قعدت معاه قلت له يا كابتن انا دي فرصه. وكان اشهرهم امبي يا كابتن بيبو. أيوة. لان امبي ليه تجربه في مصطفى شلبي بالزبط. فامبي لما بياخد لاعب من اقاليم ينور بيرمي الغلب على طول، هو يعني يقول لك انا خدت لاعب نور من الحته دي. وخدوه من راضي بعد كده برضه من بترول. بالظبط. اتفضل يا زلك. فالكابتن هشام يعني قعدت معاه وقال له اصبر وان شاء الله اخر السنه والله انا اللي همشيك وانا اللي هوديك نادي بايدي، فاصبر احنا محتاجينك لاخر الموسم. وفعلا والله سمعت كلامه وصبرت معاه. لعبت بدا الدور الثاني، لعبت ماتشين كده كان ربنا كرمني، كسبنا ماتش كيمه نزلت اخر ثلث ساعه وربنا كرمني وجبت هدف وكسبنا. وبعدها بعد في ماتش الاعلاميين كان الماتش الثالث في الدور الثاني، فجت لي اصابه ساعتها والواحد حاسس ان الدنيا كلها اتقفلت في وشه، وان هو كان جاي له عروض في شهر واحد وبعدين ما حصلش نصيبه تمشي وتكمل فيجي لك اصابه. ف ساعتها الكابتن هشام كلمني وقال لي ما تخافش ومش هسيبك وبتاع. اخدت فتره كبيره في الاصابه دي ورجعت، كان على بدايه الموسم، خدت معاه فتره الاعداد وعملنا ماتشات وديه هنا. بعد تاني ماتش اللي هي بعد الاصابه ربنا كرمنا وحطيت هدفين، كنا بنلعب وادي دجله في استاد الدفاع والحمد لله يعني والله ربنا اكرمني وساعتها جيت سيراميكا على طول. خلاص. طب يعني اول ما روحت السيراميك كليوباترا ليه بعده؟ كنت كنتش مخطوف شويه؟ هو بصراحه كان في خضه كبيره عشان ان انا كان اول بدايه حياتي هي كانت سنه ونص، يعني انا ما لعبتهمش غير سنه ونص كوره في حياتي. تمام. فسنه ونص انك تلعب كوره وفجاه تلاقي نفسك وسط نجوم وسط مدربين كبيره زي الكابتن احمد سامي ولاعيبه كبيره زي الكابتن محمد ابراهيم وميدو جابر واحمد ياسر وصلاح محسن، يعني لعيبه كبيره خايف اكون ناسي حد برده، وكابتن بسام وكابتن ناصف، فكان في خضه بصراحه. بس يعني الحمد لله دخلت وسط اللعيبه وبصراحه ما حسيتش بفرق، يعني اللعيبه دايما كانت بتتكلم معانا. انسجمت بسرعه بصراحه. يعني كان عامل معاك ايه في الاول؟ لا ده كان حبيبي دايما والله لما كان بيلاقي. انت بعتوني في الغرفه بقى ولا قعدت؟ لا انا اللي بوصله. انا اللي بوصله. يلا يا زلاكا عشان تمشي معايا. دايما. لا بس خلي بالك، بص يا زلاكا شكلك كده سهير والراجل ده غلبان بينام تسعه. حبيبي شكلك، بص اسمع بس مني، بتحب انت تسهر وده اصلا بينام بدري. لا لا يا كابتن هو صديق الصدوق، بس شفتك مبسوط ومفيش نوم خالص والله. فبس يعني انا كنت قبل ما اروح بترول اسيوط انا كنت بلعب في مركز شباب بالحواتكه، كنت بلعب ماتش خماسي. ف بشكر الكابتن. بعت لك صوره يا محمود. صحصحوا معايا يا جماعه. كابتن محمد جمال. كابتن محمد جمال مكادو وكابتن ايمن سعد يعني وقفوا معايا، وساعتها شافني في مركز الشباب الحوت كابتن صالح سليم، خدني وداني البترول. يا دوبك لعبت هم ست شهور وربنا اكرمني في الناشئين، كان اول ليا سنه العب 11 اصلا، فربنا كرمني حطيت 14 هدف في 7 مباريات. فساعتها وقف معايا الكابتن ابو غدير بصراحه وكابتن عصام والكابتن محمود فوزي وصعدوني فريق اول. موسم والتاني وليت نفسي وسط في غيره غايب وفي اخبار بعتها على محمود.
ايه بقى علاقتك بالقرموطي؟ ايه النوم ده؟ لا القرموطي ده حبيبي ده. دايما مع بعض. انا جيت اول السنه فقعدنا جنب بعض يعني، كنت عارفه انا اعرفه من قبل ما اجي. كان بيلعب فين هو؟ كان بيلعب في الفيوم، كنت اعرفه كان بيلعب في مجموعه الصعيد في الفيوم. وبعدين راح منتخب السويس وبعدين راح سيراميكا، فكنت اعرفه يعني. تعرفوا بعض من قبل ما تروح سيراميكا يعني؟ كنت لا ما هو ما تعملش معاه كبير وحبايب على طول. لا ده اخويا ده. ما هو زلاكا والقرموطي نتاج البرنامج بتاع الاستاذ عبد الناصر وال ايوه صح. دي حقيقه. هو كان جاي بس والله تعب ما قدرش يجي. هو كان جاي معايا بس والله تعب فعلا. ما ده بالعكس، ده احنا بنشكره عشان جاتوني. لا والله بتكلم بجد، احنا بص الدنيا كلها بعتلي رسائل على مكالمه الحاج ام محمد. طبعا من هولندا ومن امريكا بيقولوا لي احنا باكين اكتر منك. عشان هي صادقه ومحمد بيحبها بصدق.